مرحبا حبايبي، واهلا وسهلا فيكم بقناتي، ويعطيكم الف عافية. وصفتنا لليوم وصفة قديمة تراثية وكتير مفيدة وغنية بالحديد والبوتاسيوم والمنغنيزيوم، هي سلق بزيت الزيتون. تابعوا معي الفيديو للاخير نشوفها سوا. خلينا نقول بسم الله ونبلش. انا هون غسلت السلق كتير منيح ونشفته من المي، وعندي في عندي باقتين من سلق، وعندي باقة بقدونس كمان غسلته منيح نشفته. هلا رح ابلش افرم السلق، بس قبل ما افرم في عندي ملاحظة مهمة للصبايا المبتدئين بالطبخ بجوز ما يعرفوها. السلق لها خيوط، لازم اشيل هذه الخيوط لانها مزعجة وقت الاكل. باخذ جزء صغير من الراس وبسحبه بهذا الشكل للاخير من جوا ومن برا. كمان في عندي ملاحظة تانية، في ناس بتفرمها بعدين بتغسل، انا لا بغسل بالأول وبعدها بفرم عشان ما أخسر الفوائد يلي بالسلق، لأنه إذا غسلناها بعد الفرم بيطلع منه مي زرقاء، هيك بيكون خسرنا الحديد يلي فيه. شايفين الخيطان يلي طلع من السلق؟ رح أبلش بالفرم. إذا السلق عندي ساقه طويل رح أقسمه لنصين بهذا الشكل وأساويه نصين، وحتى الورق كمان أساويه نصين حتى ما تطلع معي خشنة كتير وقت الفرن ووقت الطبخ وتكون مزعجة. رح أبلش أفرمه بهذا الشكل، أفرمه ناعم. هلا هيك خلصنا من فرم السلق، رح أبلش أفرم البقدونس. عندي كمان باقة بقدونس غسلته منيح ونشفته، رح افرمه بهذا الشكل كمان، افرمه ناعم. بعد ما خلصنا فرم البقدونس والسلق في عندي هون بصلتين، وعندي 3 سنون ثوم رح افرمهم كمان. في عندي كمان ثوم، رح افرم الثوم. انا بفضل افرمهم ما اهرسهم، هيك اطيب. المرحلة الاولى هون عندي سلق رح احطه بالطنجرة واحطه على الغاز، اخليه يغلي لحتى يستوي منيح. انا ما رح احط له مي كتيرة واسلقه واكب المي، رح احط له بس كاسة مي بحيث يستوي فقط، واغطي الطنجرة واحطها على نار متوسطة وابلش كل شوي احركه وارايب. شايفين انا ما حطيت له مي عشان ما اخسر الفوائد يلي فيه، هذا المي بيساعدني على الاستواء فقط. راح اخلي المي تخلص لبين ما تستوي معي السلق. لحتى اتأكد من انه السلق استوى معي راح اخذ جزء من الساق واضغطه بين اصبعتي واهرسه لحتى اتأكد.